أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومرة تانية جمعة مباركة وصباحكم مسك. وعنا أيضا يعني نحن لساتنا في ذات الإطار، إطار يجمع هون نحكي عن مبادرة تعليمية تجمع بين التعليم وبين الدعم للأسر الأقل حظا، مبادرة ادعم وتعلم أو تعلم وادعم. نحكي فيها مع الدكتور بلال عيد، مؤسس شركة إنيرجيكو. يسعد صباحك أستاذ بلال. دكتور بلال، يسعد صباحك دكتور أحمد، وصباح المشاهدين جميعا. حياك الله دكتور بلال. مبادرة تعلم وادعم، ممكن شوي تحكينا عن هذه المبادرة؟ ما هي هذه المبادرة بشكل أكثر تفصيلا؟ تعلم وادعم، احنا قررنا في إنيرجيكو يكون لنا دور في تعليم المجتمع في هذا القطاع، قطاع البلوك تشين والعملات الرقمية. فعنا في هذه المبادرة اللي حتكون في يوم 19/2 باكورة البرامج التدريبية، عبارة عن 4 ساعات تدريب مكثف عن عدة عناوين مهمة في قطاع البلوك تشين والعملات الرقمية. حيفهم الشخص أساسيات في عدة عناوين، وحيكون قادر إنه إذا حب يتخصص أو يفهم أشياء أكثر يستزيد منها لاحقاً عبر الإنترنت أو أي مصادر أخرى. الهدف إنها تكون شيء عملي يغطي كثير من المحاور اللي بتشد الناس، زي البلوك تشين، العملات الرقمية، الـ NFT، الميتا ماسك وولتس، التعدين، آلياته. فحنجرب عملياً أثناء الدورة كيف يفتحوا محفظة. حيكون عدد محدود للمشاركة، فحيكون الناس تجرب عمليا كيف تفتح محفظة، كيف تحول مبالغ إذا حبت تحط سيولة وتحول، بكل هذه التفاصيل. حياخدوا شهادة من إنيرجيكو، معتمدة من إنيرجيكو أنهم أخذوا دورة في هذا المجال، والرسوم حتكون رمزية، وكل الرسوم اللي حتجينا من هذه الدورة حنحولها عبر منظمات المجتمع المدني لتركيب منظومة طاقة شمسية للأسر الأقل حظاً. فبيكون الشخص اللي شارك في هذه الدورة أولاً يستفاد دعم، وبنفس الوقت دعم الأسر المحتاجة في هذا القطاع، وكمان حصل على شهادة أنه أخذ دورة في هذا المجال. جميل جدا دكتور بلال. بالنسبة لموضوع لماذا يعني إذن عندكم أنتم في شركتكم تركيز كبير، لماذا برأيك نحتاج إلى تعليم الناس في هذا المجال، في مجال بلوك تشين والعملات الرقمية؟ صحيح، مهم جدا موضوع البلوك تشين حقيقة، أنه كتكنولوجي داخلة بقوة في كثير قطاعات، وحتغير مستقبل كثير من القطاعات من حولنا. وكتكنولوجيا المهم الناس تعرفها بقوة وبعمق، بغض النظر عن الجزئية البسيطة اللي هي العملات الرقمية وبيع وشراء وطلعت وخسرت. في تكنولوجيا أكبر بكثير وأعمق بكثير، وحتدخل في قطاعات غير محدودة. الآن فهم الناس لهذه الأشياء بعمق وبشكل منهجي وبشكل منطقي ومتسلسل، بحيث يعطيهم رؤية شو مستقبل هذا، كيف ممكن تنعكس على مجالات عملهم، ومع تطبيقات عملية يفتح المحفظة يعمل كذا يستلم كذا، إيش الفرق بين الوالت والإكسشينج والتفاصيل هذه الأساسية، تعطي الناس رؤية عن مستقبل هذا القطاع، عن أهميته، عن إيش هو حيغير. فبالتالي الناس بتكون أكثر وعياً، وهذا حقيقة ما نحتاجه في المنطقة العربية. عندنا شح في المحتوى المفيد اللي بيقدر الشخص يبني عليه معرفة ويبني عليه ممكن مشاريع وبزنس ويعني وتطوير أعمال. إذن يعني بتقديرك دكتور بلال، خلينا نقول إنه هذا الجانب وهذا هذا الباب اللي هي باب البلوك تشين والعملات الرقمية باب مهم، ولا ينبغي لأي شخص خاصة الشباب إنه يكون خلينا نقول جاهل عنه أو لا يعرف عنه، لأنه حيكون مستقبلا واسع الانتشار. دكتور بلال، متى تاريخ هذه الدورة؟ الدورة حتكون يوم 19/2، هذه أول دورة. حيكون الحد الأقصى للمسجلين هو 20 شخص حتى يستفيدوا أكبر استفادة. حتكون مدة 4 ساعات، تبدأ 5 عصرا. التفاصيل كلها موجودة على السوشيال ميديا تبعتنا. الناس حتعبي فورم في تفاصيل
البرنامج، وحيكون في تواصل معهم على الإيميل أو على قنوات التواصل تبعتنا بحيث يثبت آليات الدفع وكيف التسجيل واللينكات والحاجات هذه عشان يشاركوا في الدورة. جميل، إذا من أراد أن يسجل في هذه الدورة هي كلها أونلاين. نعم. هي كلها أونلاين، فبالتالي أي حدا حول العالم بيقدر يشارك فيها ويتفاعل ويستفيد، لأن كل التطبيقات حتى العملية منها أونلاين. هذا ما يميز هذا قطاع البلوكتشين، إنه أي حدا مع كمبيوتر وإنترنت كونكشن هو قادر إنه يستفيد من هاي التكنولوجيا، يتعلمها وكمان يعمل منها بيزنس خاص فيه يستفيده بشكل أو بآخر. جميل جدا، إذا الدورة أونلاين في 19 إشباط، والتسجيل بيكون عبر منصتكم عبر الفيسبوك في عبر رابط. البعض يسأل، البعض أرسل ويقول إنه إذا لم يكن قد وصلني إيميل هل يعني إنه العدد اكتمل ولا لسه عم تتواصلوا مع المفروض إنه الجميع تم التواصل معه على الإيميلات. العدد حتى لو لم يعني لو اكتمل العدد بيجي له إشعار إنه أنت مسجل على الدورة اللي بعديها. فإذا حدا ما وصله إيميل ممكن يتواصل على أي من قنواتنا، وفريق عندنا حيرد عليه ويتبع معه إنه ليش هيك صار أو ليش ما وصلك تنبيه معين. جميل. دكتور بلال، أنت ذكرت إنه رسوم الدورة رمزية، كم رسوم الدورة؟ بس لأنه الدورة اللي حتكون في تاريخ 19 حيكون رسومها $50 فقط. $50، وأنت ذكرت أنه هذا المبلغ بالكامل سيذهب لتركيب منظومة طاقة شمسية للأسر الأقل حظا. صحيح، هذه حارسين. نعم. هنا من باب تفضل. عفوا، وهو أنا بدي أسأل أنه يعني مبادرة جميلة، مبادرة المساعدة، والفكرة ملفتة أنه أنت تذهب إلى الطاقة الشمسية، لماذا تختار دعم الأسر المحتاجة عبر منظومات طاقة شمسية؟ جميل. أول حاجة إحنا حريصين إنه يكون هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لأنه هم أقدر وأخبر بالوصول للناس، وفي الآن على وشك توقيع تعاقد بمجرد ما إنهاءه حتنشر المنظمة اللي إحنا متعاقدين معها لتنفيذ هذا المشروع، فالمبالغ من عندنا حتطلع كاملة نسلمهم إياها، هم حينشروا على السوشيال ميديا إنه هذا المشروع بالتعاون مع تعلم ودعم إنيرجكو لتنفيذ كذا، وهم حيكون الرقابة أو المتابعة معهم منا ومن جمهورنا إنهم نفذ وكذا، وحيشاركونا بالصور وكل هاي التفاصيل اللي انه كيف الواحد يتعلم وفادي الأسرة بنفس الوقت. هذا من باب الشفافية والوضوح مع جمهورنا. الآن من باب ليش اختيار هذا المجال، احنا حقيقة حريصين انه نفيد الناس في مجالنا وفي تخصصنا. احنا متخصصين في الطاقة المتجددة وفي التعدين الرقمي، وهذا المجال اللي بدنا نعلم الناس، لانه عندنا في احتياج حقيقي للتعليم خصوصا الأساسيات اللي هي مفيدة لكثير ناس من مختلف الشرائح. مجال الطاقة المتجددة مجال متخصص اكثر، يهتم فيه الناس المتخصصة اكثر، فقررنا انه تكون الفائدة على المجتمع برضو مستمرة في قطاع الطاقة المتجددة عبر تركيب ألواح شمسية. فاللوح الشمسي بيعيش له 20 سنة، بفيد أسرة لمدة طويلة، بغطي احتياجات أساسية بسيطة لكن شيء مستمر، فمنع نفع مستمر sustainable. فإحنا فدنا التعليم بشكل مستمر لناس، وفدنا أسر محتاجة عبر تركيب منظومات شخصية شمسية برضو بشكل مستمر، فخدمنا يعني الهدفين. واللي شارك معنا في الدورة هو تعلم، هو أيضا خدم الناس على المدى البعيد وغطى احتياجاتهم لسنوات قادمة. جميل جدا دكتور بلال. ما هي المناطق التي ستستهدف في هذا الدعم، يعني خلينا نقول تبع الطاقة الشمسية؟ لأنه كمان يعني هل كل مكان أو كل سكن، أو خلينا نقول بعض حتى يسكن في خيام، هل كل مكان نقدر نحن نعمل فيه هيك منظومة؟ هلأ حسب الاحتياج. احنا حقيقة على تواصل مع الـ NGO منظمة المجتمع المدني، بحيث ان هم اقدر اولا على معرفة شو الاحتياج الحقيقي، لانه ما بدنا نركب منظومات كبيرة معينة بس الناس اصلا ما عندها اشي تستهلكه، او يعني ما عندها الاجهزة الالكترونية اللي بتحتاج هاي المنظومة. فإحنا على الأغلب تكون منظومات اصغر حجم ممكن بحيث يفيد الناس. حتى الخيام ممكن يكون إلها فائدة لو ركبنا شيء خاص بالشواحن الهواتف والإضاءة والإضاءة الأوتوماتيكية لما الواحد يدخل أو يمر من منطقة معينة، لو ركبنا فيها التورتش بحيث الواحد لو بده يطلع من الخيمة يضيء المكان اللي حواليه عشان يروح لمكان بالليل معين. فهلأ إيش الاحتياج، إيش اللي حيكون؟ هذا حيكون قرار إحنا بالتشاور معنا، لكن قرار بإيد الـ NGO اللي حنعلن عنها قريبا، اللي هي حتتكفل في تحديد الاحتياج الحقيقي والأنسب والأسهل تنفيذه. أحياناً بكون في إشي معين بس
لا يمكن تنفيذه. المكان الآن مع الNGO الأولى حيكون في الشمال السوري، وإحنا حريصين إنه نظل نتنوع، يعني إذا كانت نفس الNGO قادرة تنفذ في أماكن أخرى حنكون نستمر معها، إذا مش قادرة ممكن بعد 4 أشهر نفتح موضوع، لأنه الموضوع التدريب حيكون مستمر عنا على طول العام شهريا، والعوائد شهريا حتذهب للأسر، حيكون شيء صغير لأنه بتكلم بأرقام صغيرة، لكن ينفع عدة أسر بشكل مستمر، هذا هو حيكون هدفنا. يعني هو دكتور بلال قليل دائم يحقق الكثير من الأثر أمام الأسر، ويعني هذه مبادرة جميلة إنه يعني إنه أنتم تريدون أن تخصصوا كل خلينا نقول عوائد هذا التعليم لهذه الأسر. هل من الممكن دكتور بلال يعني بتقديرك إنه ممكن هذا أن يفتح باب للتبرع مباشرة؟ يعني ممكن الآن أنتم والله عندك 20 طالب، خلينا نقول $1,000 هو مبلغ بسيط، حتبلشوا فيه في أول تجربة في موضوع الطاقة الشمسية، هل من الممكن أن هذا أن يشجع إنه الناس تأتيكم مباشرة بعيدا عن التعليم بتبرعات وبأرقام ضخمة عندما ترى خلينا نقول ريادة هذا المشروع، ريادة هذه الفكرة؟ حقيقة إحنا هذا طموحنا، احنا حريصين لكن انه يبقى الايكو سيستم النظام شغال، فممكن الناس، في ناس هو لا يحتاج انه يتعلم في هذا المجال، فهو يدفع لنا منحة لشخص مهتم يتعلم في هذا المجال. جميل. فالمانح بيعطي مثلا مبلغ رسوم الاشتراك، وبن احنا بنعلن انه في عندنا مثلا 5 مقاعد مجانية، بيشترك شخص من حسب معايير ممكن نعلنها ساعتها لو هذا الموضوع تم، والمبلغ برضو اللي دفعه المانح اتعلم فيه شخص وبنفس الوقت راح للطاقة الشمسية عبر المنظومات. بهذا النظام احنا حقيقة هذا طموحنا، ممكن نصله اذا المبادرة اخذت يعني اخذت تفاعلها المطلوب، وحقيقة هذا توقعنا، وبنشكر يعني مسك على هاي المبادرة وعلى نشر الموضوع، وبنطلب من الجميع انه يكون له دور فاعل في نشر هذه المبادرة والاستفادة الناس من التعليم ومن الطاقة الشمسية. جميل جدا دكتور بلال، يعني أنت هذه الفكرة بحد ذاتها رائعة، أنه حتى لو جاء متبرع يتبرع مباشرة للطاقة الشمسية، أنت حتقول أنه هذا التبرع تبعك سيغطي أيضا مثلا 5 أو 10 أو 20 طالب ممكن نعطيهم مقاعد مجانية للتعلم في هذا المجال، فيبقى الخطان يعني خلينا نقول سائرين في 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 ذات الوقت. دكتور بلال يعني هيك في كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل يعني أيضا يعني معلش نحن لأنه نحن الآن في هذا الأسبوع يعني بدءا من اليوم وإن كان الأسبوع القادم نريد أن نركز جدا على موضوع دعم هذه الأسر ودعم الشمال السوري وغيرها من المناطق التي تعاني. إذا كان من كلمة خاصة أنه أنتم استطعتم أنه تطلعوا بفكرة فيها هذا الدعم من خلال اختصاصكم، يعني مو بالشكل التقليدي، يعني شو بتطرحك كيف بتوجه رسالة أنه أخي أبدعوا في إيصال هذا الدعم. جميل جميل جدا. حقيقة هو هذا أمر مهم ومو سهل، يعني إحنا حقيقة لما كنا بنخطط لعام 2022 طرحنا ناقشنا كثير قضايا، كيف إيش لازم نسوي في هذا العام، وبعد جلسات عصف ذهني ونقاش معمق لما طلعنا بهاي الفكرة، وبتوقع إنها فكرة رائدة في مجالها ومفيدة إلنا، لأنه إحنا هذا المجال فريق الخبراء اللي عندنا قادر إنه يقدم محتوى جيد فيه، فريق الإدارة عندنا قادر إنه يتابع ويديره بشكل جيد فيه، وإحنا عارفين قادرين نعرف إنه هل احتياج الناس في الطاقة برضو المتجددة في الطاقة الشمسية هيك صح ولا لا، التكنيكال تيرمز برضو إحنا عارفينها، فإحنا بالنسبة إلا الجهد هيكون أقل اللي حنعطيه للناس لو حدا تاني بده يعطيه للناس بشكل مجاني، لكن بنفس الوقت المنفعة حتكون كبيرة للمستفيدين. وهذا شيء حلو، لأنه انت بتبقى بذهن الناس انك متخصص في مجالك، وهذا انا الحقيقة بنصح يعني جميع الشركات في الأخير خدمة المجتمع هي مفيدة للمجتمع ومفيدة للمؤسسة، لأنها بتوصل رسالة كبيرة للمجتمع ومفيدة للشركة، انه بتوصل رسالة للمجتمع انه احنا بنشتغل في هذا المجال، وانه بالأخير ممكن حتى تستفيد منها المؤسسة ماديا بزنسيا، لأنه في غير هذا السياق الناس بتصير تعرف عنها وممكن تفتح معها مشاريع وتعاون. فخدمة المجتمع والسستينبل ديفلوبمنت والتعاون في هذا القطاع حقيقة بنصح جميع الشركات والمؤسسات إنها تعمله، ويكون في مجالها
فبالتالي بيزيد وبعم النفع وبتنتشر. وأنا برضو بدي أكد إنه إحنا في الأخير جهد الفريق الخبراء عندنا حينعطى مجانا في هذه الأربع ساعات وفي التحضير للدورة، وفريق الإدارة عندنا حيدير البروسيس عمليا مجانا، لكن طموحنا إنه الناس تتفاعل معها، تشارك، تسجل، تتعلم، تنشر لأصحابها المهتمين، فبالتالي بكونوا ساهموا في نشر خير وفائدة للجميع. جميل جدا. يعني أنا حألتقط هون رسالتين من كلامك دكتور بلال. الأول أنه الناس فعلا تشارك هذا الأمر، يعني أنت حتى الطالب عندما يسجل يعرف أنه هو غير أنه هو فايت يتعلم بمجال بيحبه ولازم يعرف عنه ولو خلينا نقول شيء بسيط، هو أيضا يساهم، هو كأنه عم يتبرع ويحتسب الأجر. الرسالة الثانية والمهمة جدا أنه العمل الخير، التبرع، مساعدة الناس، دعم هذه الأسر المحتاجة ليس حكرا على الجمعيات الخيرية، ليس حكرا على مؤسسات المجتمع المدني. كل إنسان يستطيع أن يبدع من مجاله، هذا نموذج تعلم ودعم اللي مجاله في الإعلام، اللي مجاله في التصميم، أحيانا خلال ممكن تصمم صورة توصل الفكرة لآخرين. يعني كل إنسان يستطيع أيضا أن يكون له مساهمة من صلب اختصاصه، وكما ذكر دكتور بلال حيكون أيضا سيجد أثر إضافي، غير أثر الخير وغير أثر فعل الخير، أيضا أثر في أنه هو يعني معرفة هذه مؤسسته ومعرفة هذا الاسم. دكتور بلال بدي أرجع شوي بس للدورة وأسأل سؤال بناء على طلب البعض، أنه يعني الدورة كما ذكرتي أربع ساعات فيها محاور عامة، يعني فيك تقول تعريفية أبجديات هذا المجال، هل سيكون هناك لاحقا مثلا دورات أكثر تخصص؟ البعض اللي مهتم بالتعمق هو دخل هذه الدورة دورة الألف باء ويريد أن يعرف أكثر في مجال من مجالاتها، هل سيكون هناك دورات أكثر تخصصية؟ لا، إحنا حقيقة حندرس الاحتياج بناء على تفاعل الناس مع هذا المحتوى العام اللي هو بيستهدف الشريحة الأعم واللي هو عملي بفيده في احتياجاته الأساسية. ممكن نعمل جزء أول اللي هو الأساسي وجزء متقدم أكثر في العناوين اللي الناس عن جد بترغبها أكثر بناء على تحليل احتياج السوق. مبدئيا حتكون نركز في هذه الدورة الأساسية، وبناء على احتياج الناس وتفاعلهم ممكن يكون في مستوى أول ومستوى ثاني. جميل جميل. إذا قد يكون هناك، لأنه يعني هو باب كبير وبحر واسع، وأكيد كثير من الشباب حيكون عنده حماسة لأن يغوص فيه أكثر وأكثر. دكتور بلال مرة تانية يعني بوجه لكم تحية كبيرة على هذه المبادرة، إذا تعلم ودعم من شركة إنرجيكو، اللي بيحب أيضا يكون يدخل على موقعها ويسجل برسوم رمزية وستصل كاملة لدعم الأسر الأقل حظا مبدئيا خلال هذه المرحلة الأولى، ستكون لمخيمات الشمال السوري. دكتور بلال إذا كان من كلمة أخيرة تود أن تقولها عبر منصة مسك فالمايك معك. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لدعمكم هذه المبادرات وتفاعلكم حقيقة الطيب معها. بشكر قناة المسك وبتمنى من جميع القنوات الإعلامية تكون دائما إلها دور حقيقة في المساهمة في نشر هذه المبادرات، ونتمنى لكم ولجميع المشاهدين كل خير وتوفيق. شكرا لك دكتور بلال، وشكرا لجميع المتابعين الذين تابعونا على مدار ساعة ونصف تحدثنا فيها بعد جولتنا الإخبارية الصباحية السريعة، تحدثنا فيها عن حملة جمعية أحلام الدولية أيضا لمساعدة أهلنا في الشمال، تحدثنا عن تجربة تعلم ودعم، وفي فقرتنا الأسبوعية اللي حتكون إن شاء الله كل يوم جمعة صوتك مسموع، سمعنا منكم وإن شاء الله لن نكتفي بالسماع، سنحاول أن نوصل هذا الصوت لمن يستطيع فعلا أن يحدث خطوة أيضا إيجابية. أنهينا أسبوعنا الأول من إطلالتنا الجديدة ومن عام مسك الجديد، إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم، وكما ذكرت الأسبوع القادم سنبدأ بحملة مسك الخيرية وسنركز عليها جدا في صباحك مسك. نريد تفاعل من الجميع رغم ضيق الحال، وأنا يعني بدي أرجع أذكر بالقصة التي ذكرها أستاذ وليد عن عائلة الأيتام التي تبرعت بـ50 ليرة، وهي أيضا
أصلا تستقبل الدعم من غيرها. أريد أن أركز على هذا المعنى لأن ضيق الحال مهما كان يجب أن لا يقف عائق دون المساهمة ولو بشيء بسيط، ورب درهم سبق ألف درهم. كل هذا إن شاء الله الأسبوع القادم، جهزوا حالكم، اجمعوا مدخراتكم إن شاء الله حتى نقوم بحملة تليق بعائلة مسك وبجمهور مسك وبأهلنا وأحبابنا الكرام الذين يستمعون إلينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا الجميلة التي كانت جميلة بكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين، وصباحكم مسك. صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكب، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.